لك ما تصدقي عم بحكي عن الأمريكان. ايه؟ ما تصدقي يلي بيقولوه معناتها يلي بيفعلوه. نعم. مرات بيقولوا شيء وبيفعلوا شيء آخر. لسبب الأمريكان اليوم للي بده يستلم أيزنهاور المنيح تا من حظ أمريكا إنه المرشحين ما بينفذوا اقتراحاتهم، لأنه لو بينفذوا اقتراحاتهم ما بقعد في أمريكا. لسبب أنا بعتقد إنه الواقع الحقيقي هو الآتي علينا خلال الأربع سنوات القادمة من عهد الذي سيربح بين كامالا هاريس أو دونالد ترامب. طبعا. وهلأ شو بيقول تيعمل رئيس جمهورية شيء يعني كمرشح، وشو بيعمل كرئيس دولة شيء آخر. نعم. طيب، الاعتراف بدولة فلسطينية كان لافت جدا امبارح من اليومين الماضيين، محادثات بكين يلي صارت ايضا بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وحماس يلي كررت مثل انه اعترافها او قبولها بحدود 67، ما هيك؟ ايه طبعا، هي بالوثيقة السياسية سبق وذكرت هذا الموضوع، وهلأ كررته بالمصالحة. خلينا نقول شو الأولويات بالمفاوضات الآتية، لأنه يعني في مفاوضات جارية. نعم. والمفاوضات متعددة الجوانب، يعني مفاوضات، في مفاوضات مثلا أمريكية إيرانية. نعم. انسيها لأنه توقفت. ما التوقف أو الانسحاب من المفاوضات هو جزء من المفاوضات، يعني لما بيقرر طرف يجمد مفاوضات أو بيقرر طرف ينسحب من المفاوضات، مش معناتها انتهت المفاوضات، معناتها في خطوة هلأ تانية بدها تجي من بعد ذلك. اليوم في تقارب، لا شك تفاوض، ما عم بقول تقارب، تفاوض أمريكي، تنكون واضحين، أمريكي إيراني. نعم. هذا تفاوض أساسي للشرق الأوسط. نعم. وبالتالي أنا بعتقد أنه حماس مثلا هذا كانت ضد الدولة الفلسطينية لما اجى اوباما. نعم. اوباما اقترح، نعم، اقترح دولتين باخر عهده، باخر تاني شقفه من عهده، يعني بعد 8 سنين قبل ما يترك اقترح الدولتين. ما صارت، ويمكن لازم كان يقترحها باول عهده مش بنهايه عهده. طيب، بس بعدها مطروحة الحديث. أنا ما عاد حدا عم بيحكي عن رئاسة أوباما، بس الكل بعدهم عم بيحكوا عن دولة فلسطين. لسبب اعتقادي أنا هلأ المفاوضات رح تبين إذا رح تكون عاجل أم آجل. نعم. من موضوع الرهائن، موضوع الرهائن مسألة أساسية جدا. هلأ عم بيقول نتنياهو أو يعني فريقه عم بيقول انه بعد عودة نتنياهو من الكونغرس، امبارح شفنا المشهد الكونغرس والتصفيق، هلا بنحكي عنه شوي، من بعد عودته رح يستأنفوا المفاوضات، وفي كلام جدي جدا عن هدنة وتبادل أسرى. انا بعتقد في هدنة، انا بعتقد السياسي الامريكي، هلا خلينا نحط الامور بهذا، السياسة الامريكية ما بتتغير فجأة من محل لمحل، هي دولة كبرى. نعم. يعني بتكون مقررة، حاطة خطة، بتعلن عنا من حين إلى حين، وأحيانا ما بتعلن عنا. شيء يلي حاليا مطروح عملي بالمباشر، مطروح موضوع الرهائن، لأنه في رهائن عند الإسرائيليين وفي رهائن عند حماس يعني الفلسطينيين. لا شك أنه موضوع الرهائن إذا تقدم مثل ما عم ينحكى هلا، إذا تقدم معناتها تقدمنا بالحل، وإذا ما تقدم طبعا معناتها بعده الحل مش مقبول. نعم. لسبب اليوم أنا بقول بشكل واضح، أنا عم تابع مباشرة شو عم بينحكى بإسرائيل عن موضوع الحل أو عن موضوع الرهائن. نعم. لأنه هذا الموضوع الأساسي. أساسي. في بأمريكا صحيح استقبلوا استقبال كبير لنتنياهو، مش جديد، يعني كل إسرائيلي راح على، يعني كل مسؤول إسرائيلي راح على أمريكا
بيعمل خطاب والكونغرس بيزقفوا له وقوفان وبتنتهي هون. يعني اخذ علم وخبر يلي هلا انا بشوفه. اذا قضيه الرهائن بتتسرع بعد عوده نتنياهو من الولايات المتحده، نعم، معناتها بلشنا بالحل. اذا ما بتتسرع معناتها بعده القتال كبير. ما في حل بدون غزة. خلص غزة صارت هي بداية الحل. نعم. وإحدى المسائل يلي بيصير فيها تبادل هي الرهين. نعم. صارت هي الموضوع. أنا بالنسبة إلي أنا عم تابع شو عم يقولوا الإسرائيليين عن الرهائن. نعم. في انقسام. في ناس بيقولوا بكرة روح يا نتنياهو وعمول صفقة تبادل الرهائن، وفي ناس بيقولوا اتركن خلص. طيب.